السلام. اليوم غادي نعاود لكم علاش بقيت كنبيع الزيتون وخا جات الفرصه باش عبلاتي. دابا نعاود لكم قصتي بحال الخرافه فيها الحكمه والظرافه وماشي طويله. سمعوني من الاول حتى الاخر وغادي تفهموا كلشي. واحد النهار كنت كنبيع ما عليا ما بيا، هو يجي عندي واحد السيد لابس مزيان ما تقول عراج الاعمال وبغى يشري الزيتون. السلام عليكم. سلام. هاد الزيتون عندك زين اسيدي، كيبان تبارك الله عليك، كيبان داكشي وهذاك. هاك اسيدي ذوق ذوق لي هادي. بارك الله فيك. بسم الله. معتبر هادشي وبالناهيه. نعطيك الصحة، منين كتجيب هاد الزيتون؟ الجنان ديالي والشجر ديالي، انا اللي متكلف بهم. اش غادي نقول لك؟ انا رجل اعمال وعندي ثلاثه الشركات ولاباس عليا، وكيبان ليا اقترح عليك واحد الفكره. واحد الفكره؟ قول. اش دهر لك تبيع بالكونتيتي، تبيع بالجمله؟ ياه. ومن بعد؟ كيفاش من بعد؟ بغيتي دير فلوس، دير قريض. ياه. ومن بعد؟ تصدر للخارج ولا عندك شركه. ياه. ومن بعد؟ من بعد راه ما عندك، راه برا دير طوموبيل ولا عندك شيفور، دير دار نعم سيدي ولي فيها بيسين، ولي عندك خدامه تولي هو المدير ودير لاباس. ياه. ومن بعد؟ كيفاش من بعد؟ من بعد ترتاح كما كيديروا عباد الله، سنطلع دايماتك كلس. ياه. ورا داكشي اللي كندير اسيدي، انا جالس مرتاح ومهني وما خصني حتى شي خير. شوف انا مسيحي وسيدنا المسيح عطاني داكشي اللي محتاج ليه وكثار من داكشي اللي قلتي ليا، سلام القلب المحبه والفرح وكل شيء، وما خصني حتى شي خير وزيد وزيد. كيفاش مسيحي وموت زيتون؟ بصراحه فاجئتيني. هذه خاصها جلسه اخرى، انا مزروب شويه. شوف جي عندي مره اخرى وانا اشرح لك اللي بغيتي، لا سؤال اللي عندك نشرحه لك. بارك الله فيك. والمهم دابا حيت ما عنديش الوقت عبر ليا شي تخليط عافاك من هذا الشيء شويه من كل نوع. وهذاك الشيء هو اللي كاين. بارك الله. فهمت قصتي؟ خليني دابا نعاود لكم مثال عطاه سيدنا المسيح في الانجيل ديالنا حنا المسيحيين. قال هذا واحد الراجل لاباس عليه، عطاسو ارضو غله كثيره، وقال مع راسو غريب بيوت الخزين اللي عندي ونبني مكبر منهم ونجمع فيهم كاع القمح والخيرات ديالي، ونقول راسي دابا عندك خير كثير، الخزين يكفيك شحال من عام. ايوا ارتاح وكل وشرب وتمتع. ولكن الله قال لي هاد الحمق، راه في هاد الليله تخاد منك روحك. ايوا هادشي اللي وجدتيه شكون اللي غادي يورثو؟ هكذا غتكون عاقبه كل واحد مديها غير في جميع الفلوس بلا ما يكون لاباس عليه في الداخل ديالو في قلبه. اش منفع عند بنادم الا ذبح الدنيا كلها وضيع حياته؟ انا حياتي عطيتها للمسيح وما خصني حتى حاجه. بلاتي اسمحوا لي، ها واحد السيد جا باش يشري الزيتون، وخليتكم على خير.